النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. بإذن الله تعالى. أبو علي كان يقول بين يدي سؤاله: لا فرق بين شيعي وسني، ومن هم أصحاب الكساء؟ هل لكم من تعليق؟ الحمد لله، نحن لا نخفي شيئا. أصحاب الكساء عندنا هم علي وفاطمة والحسن والحسين، وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لبس النبي كساء عباءة، فنادى عليا وفاطمة، ثم جللهما بالكساء، ثم جاء الحسن والحسين فدخل، ثم ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمه، وهذه ابنته، وهذان حفيداه صلى الله عليه وسلم، سبطاه صلوات ربي وسلامه، فجللهم بالكساء، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. نحن من يروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من يروي فضائل الصحابة. أنا أقول لأبي علي وغيره: حديث الكساء هذا ابحث عنه في كتب الشيعة، إن وجدت له إسنادا صحيحا أنا أصير شيعي. إذا وجد إسنادا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الكساء، أنا أتحول إلى شيعي. حديث الكساء لا يوجد عند أهل السنة، إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رواه؟ روته عائشة التي يبغضونها، هي التي روت حديث الكساء النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر فضائل أهل البيت، نحن الذين نرى فضائل أهل البيت، نحبهم ونحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم. بارك الله فيكم. كذلك حديث أني تارك فيكم الثقلين، سأل عنهم عصاة البتراء، أنا سجلته عندي. ما ذكرته؟ حديث الثقلين ينقسم إلى قسمين: ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله، وحتى على كتاب الله امر به، ثم قالوا: اهل بيتي يذكركم الله اهل بيتي، يذكركم الله اهل بيتي، يذكركم الله اهل بيتي. هذا صحيح، صحيح مسلم. اما حديث التمسك بآل البيت، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان صححه بعض اهل العلم، لكن الصحيح انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام.